تحصلت مؤسسة البريد السريع اس لأول مرة على المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا في آخر تصنيف للاتحاد البريدي العالمي وحسب تقرير الاتحاد البريدي العالمي الصادر بتاريخ 28 من أوت تحصلت مؤسسة البريد السريع اس على المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والسادس عشر عالميا من بين 198 دولة مشاركة جدير بالذكر فإن المتعامل العمومي أظهر جدارته في ظل جائحة كوفيد 19 الأمر الذي مكنه من الانتقال من المرتبة الواحدة والأربعين إلى المرتبة السادسة عشر عالميا وأضاف ذات التقرير أن البريد السريع أمس حقق 94% من عمليات التسليم في الوقت المحدد كما تكفلت المؤسسة ب92% من شكاوي وطلبات الزبائن وشركات الخدمات اللوجستية حول العالم